مرحبا بكم في مركز ترانسندنس كونساي مدينة الدار البيضاء. أنا نقدم لكم نفسي سلوى أبو رزق، أولا من خريجة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات من قدماء المحاربين 1988، مسيرة شركتين، واحدة في مدينة طنجة واحدة في الدار البيضاء، ومدربة في التنمية البشرية منذ 15 سنة، وأيضا مكونة تنقوم بندوات ومحاضرات بالنسبة لأرباب الشركات والأطر داخل الشركات العمومية ولا الحرة. وهم هذه سنتين اجتشت على شهادات في العلاج بالطاقة والعلاج بالأحجار الطبيعية، وفي هذا المحل ديالي تنعطي جميع العلاجات اللي تتكون متكاملة مع هذا الثيرابي انرجيتيك اللي هي العلاج بالطاقة، ولا الليتوثيرابي اللي هي العلاج بالأحجار، وتنمارسو حتى لا كروموثيرابي اللي هي العلاج بالألوان، ولا سونوثيرابي اللي هي العلاج بالذبذبات الصوتية. مرافقة الأشخاص في إطار العلاج بالطاقة ولا العلاج بالأحجار تتكون في حصص، تيجي الزبون، حنا في الميدان ديالنا تنعيطوا له الزبون، ما تنعيطولوش للمريض، تيجي عندنا تيكون واحد الحوار معاه اللي تيعرفنا بنفسه، تيعرفنا على التشخيص اللي قام به الطبيب قبل ما يجي عندنا، وتيعرفنا على الأوجاع اللي تيعاني منها. تيمكن تكون أوجاع عضوية كما يمكن تكون مشاكل نفسية ولا مشاكل روحانية، اللي حنا من خلال هذاك الحوار غادي نشوفوا العلاج اللي هو مخصص له. فتنسولو الحصة ديالو، أنا تنحاول نمزج بين جميع التكنيك اللي الحمد لله ربي وهبالي ولا العلم اللي وهبالي، دونك الحمد لله تنحاول نمزج بيناتهم باش نعطيه واحد الحصة اللي هي تكون متكاملة واللي غتفيدو جسديا وغتفيدو نفسيا وغتفيدو روحانيا. والحمد لله ما نشكر لكمش نفسي، ولكن شحال من واحد تلقى راحة ديالو بعد الحصة الأولى. تيمكن يخصو حصة أخرى ولا حصتين أخرواتين، ولكن احنا سنمشيو على حسب الجواب ديال هاد الزبون. الا حس براسو مزيان، الا هو حس بان في حاجه الى حصه اخرى تيتصل بينا، الا حس بان العلاج كان كافي حنا تندعو معاه بالخير وبالاحسان. هادشي اللي كاين. دونك بما انني مدربه وبما أنني عندي الحمد لله كفاءات في مرافقة الناس في لا جيستيون دو التدبير لو ستريس، دونك تو سكي ارهاق، تو سكي جيستيون دو طون، جيستيون دو هادي، تيمكن في نفس الحصة راه حنا تنهضروا معاه وحنا تنعطيوه يا اما نصائح يا اما تنحاولوا نفيدوه بما بالنصائح اللي غيمكن لها تفيدوه هو في حياته الشخصيه. الوغ الاحجار الطبيعيه، الحمد لله المغرب عنده واحد الكميه مهمه من الاحجار الطبيعيه، ولكن الاحجار اللي انا تنخدم بها هانتوما غادي تشوفوا كاينين بزاف اللي جايين من الخارج في اطار
مهرجانات ولا دي فوار ديال هاد لارت دو بيانيتر تيكونوا الناس اللي تيبيعوا لنا الاحجار. دونك انا فوق ما تمشي تيكونوا معروضين عليا تنشري الاحجار اللي غادي نخدم بها. وكل وحده بحال دابا هادي لاميتيست، كل وحده هذا الكوارتز روز، هادي سي لا مالاكيت. دونك كل حجره عندها الفائده ديالها. كانوا التهابات في المفاصل ولا في الاعضاء العظام ولا فيما كانوا فين كان المرض، حنا راه تنحاولوا نستعملوا الاحجار اللي هي مناسبه. وبهاد الاحجار تنديروا واحد التوازن بالنسبه للطاقه في الذات ديال الانسان. انتم تسمعوا على الهاله، هالات الشخص، وتسمعوا على لي شاكرا. لي شاكرا دونك اللي هما دوائر طاقيه. عندنا عدد من الدوائر في الذات ديالنا، ولكن اللي هما مهمين هما سبعه. عندنا واحد هنا شاكرا كورونال، وعندنا هذا ديال العين الثالثه تروزاموي، وعندنا في الحلق، وعندنا الشاكرا دو كور اللي ديال القلب، وعندنا لو بليكسوس سولير اللي تيكون هنا، وعندنا لو ساكري اللي تي شويه لتحت ما بين الصرا والتحت، وعندنا لو غاسين اللي هو اللي تيثبتنا بالارض. دونك هاد لي شاكرا كلهم هما دوائر طاقيه. بعض المرات تيكونوا يا اما شي واحد فيهم ضعيف ولا الطاقة تتكون معقلة فيهم. دونك حنا بهاد الأحجار وبالطاقة كي لو مانيتيزم اللي تنخدمو بيدينا، الحمد لله تنخدمو بيدينا وتنخدمو بعينينا وتنخدمو بلو سوفل ديالنا، حتى لو سوفل ديالنا تنخدمو به. بحال لي زانديان لي زاميرانديان وهادو اللي تيخدمو بلو سوفل، لي شامان هذا، حنا في علم الطاقة تنخدمو بهاد ثلاثة المسائل. بالأيدي اللي تيكون فيها المغناطيسم، دونك المغناطيس، وبالنظر، حيت عندنا هنا المغناطيس يكون فوق لي زاركاد سورسيليير هنا فوق الحواجب، والعينين، ولو سوفل اللي تا هو مهم. دونك تنخدموا بهاد المسائل كلها بالاحجار وبالمانيتيزم وهادي، باش نحاولوا نديروا واحد التوازن اللي هو في الطاقه ديال الشخص. وملي تيكون هذاك التوازن تيحس براسو خفيف، تيبدا يكون مريح، تيبدا ياكل مزيان، تيبدا ينعس مزيان. يحس ملي تيكون عدم التوازن في الطاقه ديال الشخص، الواحد ما تينعش مزيان، تيكون عنده بعض الاعراض اللي هي عضويه، تيبدا يتنفخ، يا اما الى لوردور دي جون بالنسبه للرجلين ديالو تتنفخ فيهم الماء، ما تيتكونش الدورات الدمويه ولا لا سيركولاسيون دو لا لانف ما تتكونش مزيانه. دونك حنا ملي تنديروا ديك التوازن، الحمد لله الدورات كلهم تيخدموا مزيان، والاعضاء كلهم تيخدموا مزيان، وتيلقى راحه البال معنا. هذا العلاج اللي هضرنا عليه، العلاج داخل المؤسسة مع شخص اللي عنده الكفاءات اللازمة باش يعالج بالأحجار. وليني إلا كان الواحد عنده دراية بمزايا هاد الأحجار الطبيعية، يمكن له هو نفسه يعالج نفسه، ولا يمكننا حنا نعطيه نصائح يشري هاد الأحجار ونقول له هي الأحجار اللي غادي تناسبه الحالة ديالو. كاين بحال دابا هادو الدمالج تيلبسوهم كل واحد بحجره، هذا كل واحد غادي يلبس اللي غادي تناسبه بالنسبه للحاله ديالو. وكاين هاد الاحجار اللي غادي يمكن له يحطهم على المحل اللي فيه الالم اللي باش يقلل من الالم. الوغ كاين يمكننا حنا نعطيو نصائح، يمكن له يدخل الانترنت ويشوف المزايا ديال الاحجار، وكاين كتب اللي هي تتبع اللي تتهضر على هاد الاحجار. انا عندي انا براسي ك ليتوثيرابوت اللي تنخدم بالاحجار، مره تنرجع للكتب ديالي. كاين لو ديكسيونير دو لا ليتوثيرابي اللي تيعطيني بالتدقيق
الحجره اللي يمكن لي نخدم بها دابا غتجي اي جي عندي شي واحد عنده شي مرض قليل ما تيجيش بزاف وديك شي غنكون ما عنديش درايه واش غنستعمل هذه الحجره ولا هذه الحجره باش نكون متاكده تنرجع للمرجع ديالي وتنقلب فيه باش نخدم في الحاله ديالو بالحجره اللي هي ملائمه للحل للحاله ديالو. حنا ما تنخدموش الى ما الشخص اللي جا عندنا تيكون لازم داز عند الطبيب حيت حنا متعرفين بالطب دونك لا ميديسين كونفونسيونيل حنا متعرفين بها وتيخصنا ولا بالدار حيت حنا ما عندناش الحق نديرو التشخيص. حنا ما تنديروش التشخيص تيجي بنا تيقول لك راه مشيت عند الطبيب وها شنو قال لي وها عطاني الادويه. حنا تنقولوا له كمل الادويه ديالك حتى هذه نصيحه ولا بدات خصنا نعاود ناكدوا عليها. شفتي الطبيب ما كاين مشكل شنو قال لك تنقيدوا في لافيش ديالو تنقيدوا ديك الحاله ديالو اللي قال له على الطبيب والحمد لله عندنا درايه بزاف د الامراض وديك شي تنفهموا فيهم شويه وتنقولوا له شنو الدواء اللي عطاك تري بيان كمل الدواء ديالك ولكن حنا غادي نزيدوك واحد المكملات واحد العلم اللي ربي خلقو وجعلنا نكونوا حنا وسيطه باش نعاونوك بهذا العلم هو لا ليتوثيرابي ولا هو العلم بالطاقه وتنحاولوا نعالجوه. ما عندناش الحق نهائيا نقولوا له ما تصنتش للطبيب ديالك ولا ما تقومش ما تاكل الدواء ديالك ولا حبس التريتمون ديالك ولا هادشي ما عندناش الحق. لا الحمد لله عندنا درايه بعدا تخدموا بها عاوتاني بحكم التجربه تنعرفوا واش الاحجار واش طبيعيه ولا مزوره ولا هادي وتنخدموا ب انا عندي هنا واحد الاله هادي حجره طبيعيه هادي سيد لا سيلينيت درت منها واحد الاضاءه وتنحط الحجره ديالي هنا الا كانت شفافه وتدوز راه تنعرفها طبيعيه الا كانت هادي تنشك تنقول دونك كاين هادي ولا كاين في التليفون تتكون ديك لا لامب ديال التليفون حتى هي تنخدم بها باش تنشوف واش الحجره ولكن قبل ما تنشريهم تنكون عندي درايه واش حاجه ما نشريش انا اللي مزور تنشري الاحجار الطبيعيه الحمد لله. تأثمينات ما بين 150 درهم حتى 5000 درهم الحجره ما بين نعطيكم مثال بحال دابا هادي وهادو عاد شريتهم هادي 180 درهم هادي شريتها 140 درهم هادي شريتها ب 150 درهم هادي شريتها ب 500 درهم هادي سي لا لابرادوريت هادي بو انا شريتها حيت عجبتني هادي سي اون لابرادوريت اللي طي نحتوها ولكن عجبتني في اللون ديالها وفي المنظر ديالها او ميم طون يمكن لي نخدم فيها في شي حالات. هادي سي لامازونيت دونك هادي غتكون شي 200 درهم كل وحده والثمن ديالها. عندي هنا وحدين وكاينين شي وحدين اللي تيكونوا غاليين بزاف تتكون صغيره وغاليه بزاف دونك لونيكس ولا هادي سي هادي لا غودونيت الوغ لا غودونيت عجيبه هادي بوحدها 300 درهم رحت فيها جوج الاحجار اللي مخلطين مخلط فيها لو غرونو ولا ماليكيت وعطاونا هاد لا غودونيت. هذا سؤال يعني كيف تدخل الانسان؟ لا الطبيعه اللي تدخل الطبيعه هي اللي تدخل باش تعطيني هاد الاحجار. الانسان تيدخل في المرحله التاليه مني تتكون عنده حجره سما وتينحتها يا اما كبيضه بحال هكا يا اما كقلب غادي نحتها يا اما هذا ولكن كاين هذه دابا تتكون لا غوش الحجره الطبيعيه ومن بعد تينحتوها باش تعطينا هذه. مي لا ما تنقدش من الفائده ديالها حتى ستبقى الحجره طبيعيه فهمتي من نحت ما تنقش اللي غادي ينقص يمكن هو الى تصنعت الحجره بطريقه اللي ماشي هي طبيعيه غادي يديروا بلاستيك ولا بحال الصينيين تيديروا بزاف بحال دابا ديال هاد الدبانج تتلقاهم ماشي حرين
ماشي سي با دو لا مالاكيت سي با دو لا سي با دو كوارتز بلون ولا لا هاد لا بيساسوليت ولا المهم ما تيكونوش بهاد الاحجار الطبيعيه تيكونوا باحجار اللي ماشي احجار تيكونوا كاع بالماده بلاستيكيه قبل ما يجي عندك المريض تيكون بعدا عنده الثقه في هاد العلم ما يمكنلوش يجي عندك يقول لك انا بغيتك تعالجني بالطاقه وهو ما تيامنش وديجا حنا تيخصي يكون الثقه وحنا تنحاولوا نخلقوا ديك الثقه ما بيننا وبين الزبون ملي تيجي في نطاق ديك الحوار اللي تيكون بيناتنا تنخلقوا واحد التواصل اللي هو ايجابي تنحاولوا نريحوا بالاستماع تنحطوا عليه الاسئله اللي هي ملائمه ما تنحرجوش تنخليوه على خاطرو اللي بغى يواجب عليها يواجب اللي ما بغاش ما يواجبش المهم تنخليوه على خاطرو المهم تنخلقوا هذيك العلاقه الا ما كانتش متكيه على الاساس اللي هو الثقه ما يمكنش العلاج يكون وثانيا مني تنتكلموا معاه تيمكن يوضع لنا اسئله تيقول لك انا ثقت فيك وليني شنو نظرك دونك هذا الدور ديال المرافق اللي غادي يقول له فوالا في الحاله ديالك بما ان كاين واحد التشخيص طبي وبما هذا حنا غادي نعتمدوا على المانيتيزم باغ اكزومبل و تنعطيوه واحد النظره على البروتوكول اللي غنديروا حيت كاين دي بروتوكول غادي نبداو بواحد الحصه ديال التنفس باش تنتوازنوا انا وياك في التنفس تنكونوا سينكرونيزي ومن بعد غادي نبدا لي باس بيدي باش تنعطيك المانيتيزم المغناطيس اللي عندي في يديا تندوز على ذاتك باش تندير واحد التوازن بالنسبه للطاقه في الذات ديالك ومن بعد غادي نمشي للبلاصه اللي فيها الالم المحل اللي فيه الالم غادي نركز عليه وغادي نركز عليه يا اما بالاحجار يا اما بيدي يا اما تنخدم حتى بمسائل اخرى تنخدم بحال دابا عندي واحد سكون ابل دي تالوش تنضرب فيهم حتى ديك الدبدبات اللي تيكونوا من ديك الصداع تي يكون عندهم واحد الايجابيه على الالم تنخدم حتى بلا سونوثيرابي بهاد لي بول لي بول اللي هما تيعطيو هذا دونك ملي تنشوف بان كاين واحد البلوكاج بالنسبه لهذا راه تنهدي دونك كل زلافه مصوبه بواحد عده المعادن وهاد المعادن كل وحده عندها واحد الرنه ديالها في نوت ميوزيكال يا اما سي دو سول ولا دو فا ولا دو ري ولا دو مي ولا هذا المهم ديك لي نوت ميوزيكال وتنعطي يمكن لي ندير بحال هكا و تيمكن لي تتقطع لا فريكونس الدبدبة تتقطعو يمكن لي ندور هذا تنبقى ندور تيبدا هو بوحدو تيصفر عليها تنعيطو لهم لي بول شونطون هادو زلايف تيغنيو هما براسهم عندهم بحال الغناء وهادو معروفين بهم زعما متداول بهم في الصين وفي جميع بلدان اسيا تيعالجو بهم بزاف هذا عندو رنة اخرى انت شتي ماشي نفس الرنه دونك هذاك سي دو لا وهذا سي دو ري وهذاك سي دو مي المهم تيكون عندنا هذا حنا تنشوفوا شنو هي وعلى حسب لي شاكرا كل رنه غتمشي مع واحد لو شاكرا فوالا دونك تنعطيو نظر على البروتوكول والى بيان سور تيخصنا الموافقه ديالو الموافقه الوغ حنا ملي تنعالجوا بالمانيتيزم ما تنقيسوش ولكن الا كنا غنقيسوا له شي محل في الراس ديالو ولا في رجلو ولا شي حاجه تنطلبوا منه الاذن حيت ما يمكنلكش تقيس شي واحد الا ما عطاكش الاذن دونك المهم في ديك الحصه ديال التواصل اللي تتكون بيناتنا في الاول العلاقه تتطور وتي هو تيرتاح تيلقى راحته ملي تيلقى راحته بيان سور تيعطيك الاذن ديالو انا الحمد لله عندي واحد الايمان بالله سبحانه وتعالى بعد اولا هو اللي تيعاوني حيت انا تنحس براسي وسيطه بين القدره الالهيه وبين المريض ملي تيجي عندي انا غير وسيطه لعلاج الله سبحانه وتعالى دونك باش نقوي الطاقه ديالي الحمد لله
تنواظب على الصلاة ديالي صلوات كلها، تنواظب على التسابيح ديالي، على أذكار الصباح وأذكار المساء، على قراءة القرآن، لأن القرآن هو واحد فيه واحد طاقة إيجابية عظيمة كنا عرفناها، كنا وتنستمع للمقرئين اللي تيقراو بواحد الدبدبات مخصصة. تمشي اليوتيوب كاين دبدبات اللي هي 432 هرتز، غتشوفوا كاين محمد صبحي بحال دابا هو اللي تيقرا بهاد الدبدبات، ولا 528. كل دبدبة عندها واحد الفائدة، كاين اللي تعطي العلاج، وكاين اللي تعطي تخلق طاقة الحب، وكاين اللي تخلق طاقة ديال الاغتناء، وكاين كل حاجة، كل رنة وكل دبدبة عندها واحد الفائدة. دوك الدبدبات راه غاديين من صفر إلى 999 باغ اكزومبل، 999 تنقولوا حنا هي الطاقة الإلهية اللي هي قوية وخارقة وسبحان الله اللي تتعالج بلا ما يدخل الانسان ولا الاحجار ولا حتى شي حاجه. دونك حنا تنشحنوا بحال الهاتف هذا، تنشحنوا النفس ديالنا بهذا القران وهذا الاذكار وهذا التامل وباليوغا وبالتنفس وهذا الشيء، كل شيء تنديروه. هذا الشيء بالنسبه لينا حنا كمعالجين. من بعد تيبقى المحل اللي غادي يكون فيه العلاج، حتى هو تيخصنا ننقيه من الطاقات السلبيه، تيتنقى بالاحجار بحال انا عندي هادي، عندي احجار هما دو غتشوفوهم بعد بالكاميرا، عندي احجار اللي هي تتنقي المحل. كاين اعشاب، كاين العود القماري، كاين السلميه، لا سوج بلانش اللي تجينا من امريكا اللاتينيه، حتى هي تنحرقوها. كاين هذا العود، هذا سميتو لو بالو سانتو، تيجي من امريكا اللاتينيه، حتى هو تنحرقوه باش تنقي لنا هاد الاحجار. حتى من بعد اي علاج تيخصنا نضفو الاحجار ديالنا من التعقيم، بحال التعقيم تنضفوهم الطاقه السلبيه اللي خدينا من عندك الشخص المريض. دونك تنعقموهم بهذا لو بالو سانتو، وكاين روائح، وكاين الحمد لله عطا الله بزاف المسائل. حتى الموسيقى انا تندير بعدا، اولا في المحل ديالي دائما عندي القران في الصباح وفي المساء اللي تنضف، وكاين صور في القران الحمد لله اللي هي تطهر المكان من الطاقات السلبيه، بحال سوره البقره، ولا يمكن لك تكرر آية الكرسي، ولا المهم اللي بغيتي. وكاين عاوتاني الموسيقى، الا بغيت ندير الموسيقى كاين موسيقى اللي هي دبدبات اللي تي يطردوا الطاقات السلبيه وتجلبوا الطاقات الايجابيه. الستريس ولا الارهاق فيه درجات. كاين الستريس اللي تيكون بوزيتيف، اللي تيكون ايجابي، اللي غادي يعاوننا في الاول باش غادي نبدلوا واحد المجهود اللي هو ماشي جبار، ولكن تيكون اكثر من المجهودات اللي تنبدلو دائما باش تنتميزوا في شي، يا يعني اما في شي محاضره، يا يعني اما قبل الامتحان، يا يعني اما قبل ما نغنيو فوق المنصه ديال هذا، ويا اما قبل ما نبدلو نقوموا بواحد الدور في واحد المسرحيه الى اخره. دائما تيكون ديك لو تراك اللي تيجيب لنا ان ستريس بوزيتيف اللي تيمكننا نستغلوه حتى يعطينا واحد الحماس. وكاين لو ستريس اللي تاثر لنا على الذات ديالنا، عنده بزاف العواقب، لا عقليا ولا جسديا ولا نفسيا ولا الى اخره. وتيمكن له ملي تيكون لو ستريس واحد الدرجه اللي هي مهمه، تيمكن له يخلق لنا وينتج عنده امراض عضويه ولا امراض نفسيه ولا امراض عصبيه الى اخره. هذاك هو اللي تيصدق واحد لو ستريس اللي تيخصنا ولا بدا نحاولوا نتفاداه من الاول. دونك يفو بريفينير، الوقايه كما تنقولوا خير من العلاج. منين نحسوا براسنا مرهقين ولا شي حاجه، خاصنا نحاولوا نقوموا بمسائل اللي غادي تعاوننا باش نفرغوا هذاك لو ستريس. وليني الى جا عندي زبون وقال لي انا جو سوف دان ستريس انتنس، وتنعرفوا انا على حسب الهضره ديالو، على حسب الحركات، وعلى حسب الكومبورتمون ديالو، راه تنعرفوا فينا دوغري، واش دوغري 1 ولا دوغري 2 ولا دوغري 3 دو ستريس. على حسب ديك لو دوغري هنا تنقوم بالدور ديالي كمرافقه، كمدربه في التنميه البشريه. هنا تن تن
بعدا غادي غادي نشوف شنو هو شنو هما الاسباب هذا لو ستريس، واش مشاكل عائليه ولا مشاكل في العمل ولا مشاكل مع نفسه ولا الى اخره. ثانيا ملي تنهضروا على هذا المشكل تنحاولوا اون لي دراماتيز ان تي بو معاه، تنحاولوا نشوفوا هذه المشاكل وهذا، وتنشوفوا نيت واش ما كاينش شي مشاكل اللي ما هضرش عليها، حيت في خلال الحوار تنفهموا بزاف الحوايج اللي ما تيقولهمش الزبون. ومني ملي تيكون هذا الحوار وديك الشيء، من بعد تنعطيوه نصائح اللي غادي باش يتفادى هذا الارهاق وباش يحاول يقاومه. شنو هي هاد المسائل هادي؟ تتخصص من توعية في التغذية، توعية في النوم، ساعات النوم، توعية في شرب الماء، واش تيشرب الماء ولا ما تيشربوش، توعية في العلاقات، واش العلاقات ديالو كيفاش تيبنيها، واش تيبنيها على حساس على لا فيولونس، الا كان العنف عنده الغضب وهادي، الا ما كانش تيعبر على المشاعر ديالو تنعاونوه باش يبدا يعبر على المشاعر ديالو والاحاسيس ديالو، حتى هذيك الاحاسيس ديال الغضب ولا ديال الحزن الا بقاو عندنا لداخل راه تيكونوا واحد لو ستريس. دونك تنحاولوا نعاونوه باش يعبر على الاحاسيس والمشاعر ديالو، وتنشوفوا بشويه بشويه. بيان سور كاين دي تكنيك، كاين لا ريسبيراسيون، التنفس، كاين نعلموه كيفاش يتنفس. بزاف الناس ما تيعرفوش كيفاش يتنفسوا، تنعلموه كيفاش يتنفس، تنعلموه كيفاش يتامل، التامل حتى هو مهم، تيعاوننا باش نقاوموا على هاد الضغط اللي تيكون عندنا، وهاد كاين الارتكاب وكاين كومون دير الضغوطات النفسيه وهادشي المهم، هادشي كل لو ستريس ان جينيرال. ومني التامل من بعد تنعطيو لي تكنيك اللي غيديرهم هو في دارو ماشي في المحل ديالنا، بحال لوتو سوجيستيون. لوتو سوجيستيون غادي نقولوا له تكا فوق شي فراش سداري هذا، وحاول تعطي تقول واحد التوكيدات ايجابيه اللي غادي تبقى تقولهم وتقولهم وتقولهم، حتى المخ ديالك غادي يستوعبهم وغادي يبدا يتعامل بهم. توكيدات، جو سوي كام، جو سوي ديتوندو، جو نفي با مينيرفي، المهم اكثريه ايجابي، ما خصوش يكون لو نيجاتيف. وبزاف المسائل الاخرى اللي تنعطيو نصائح، بحال دابا مزاوله رياضه يا اما اليوغا يا اما غير لا مارش، الا غيتمشى في لا كوت هنا، يمشي للبحر، يشم الهواء ديال البحر، يمشي للغابه، يمشي يعنق الشجر، يمشي احنا على حسب لو ريتم دو في ديالو. غادي بيان سور الحيوانات عندهم واحد الفائده مهمه في لا لوت كونتر لو ستريس، اللي كاين اللي تيمكن غير ديك يملس على واحد المش، ولا غادي يملس على الكلب ديالو، ولا غيهضر معاه، وديك الشيء راه تيفرغ. والحيوانات سبحان الله ربي سخرهم لينا باش تيشربوا بزاف ديال الاحاسيس والمشاعر ديالنا، وحتى الامراض العضويه. كاين بعض المرات الحيوانات اللي تيجيهم مرض في بلاص هذا الانسان اللي مربيهم. وانا وقعت لي شخصيا، انا كان عندي كلب، وكنت كنت ندوز بواحد الظروف اللي هي شويه مرهقه، والكلب ديالي تيجلس حدايا وتيبقى يشوف فيا وديك الشيء، وتنشوف واحد الكره تتكون له في الظهر ديالو. ما فهمتش ملي ديتو عند الطبيب الحيوانات، قال لي سي لا ديفلوبي ان تومور، اللي ورم اللي جا الى ابسوربي. تيحسوا بينا، عندهم واحد الحاسه ديال الانتويسيون اللي هي امبورطونت، حاسه الحدس. دونك حتى هما تيحسوا بينا وتيحسوا بالبيئه وبالمشاكل البيئه اكسيتيرا، دونك حتى هما تيشربوا. الوغ الحيوانات يمكن لهم حتى هما اون لوت كونتر لو ستريس.
stress, le sport, la nutrition, le développement des activités sociales. الواحد الى دار شي عمل اجتماعي ومشى وعاون الناس المعوزين وعاون الناس المرضى وديك شي حتى هو راه غادي يحس براسو بان عنده واحد الفائده في المجتمع. دونك تيحس براسو بان عنده قيمه وتيطلع له المعنويات ديالو, تيطلع له ديك قيمه النفس والثقه في النفس الى اخره. المهم هادشي كلشي تنرافقوه باش يكون يحس براسو مزيان. الوغ تيمكننا نعطيوه نصائح, يدير لي ماساج ريلاكسون. كاينين بزاف ديال التدليك اللي تيكون هو مريح. كاين لا ميديتاسيون كما قلت, كاين لا ريسبيراسيون الى اخره, وتنعاونوه.